أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الخطبة الأولى من خطب هذا الشهر الكريم أحببت أن أتناول موضوع القرآن وصناعة الإنسان. كيف يصنع القرآن الكريم عقلية الإنسان المسلم؟ كثيرا ما يتحدث الناس في مجال الدين أو في مجال الأديان إذا صح التعبير، يتحدثون عن علاقة الإيمان بالعقل وعن علاقة الدين بالإقناع، ويتحدث البعض عن أن العلاقة بينهما متباينة، وأنك إذا أردت أن تكون متدينا فعليك أن تلغي عقلك، وإذا أردت أن تكون عاقلا فعليك أن تترك الدين. إذا صح هذا الأمر في شرائع أو في ديانات بعد أن طرأ عليها التحريف والتزوير وهو كذلك، فإن الأمر لا يصح مع القرآن بتاتا ولا يصح مع الإسلام مطلقا، لأن طبيعة القرآن أنه جاء ليصنع الإنسان العاقل. هذا الدين جاء للعقلاء، حتى إن الفقهاء عندنا يتحدثون عن أن شرط التكليف العقل. ابن عاشر رحمة الله عليه كان يقول: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ إلى آخره، أي أنه إذا لم يكن الإنسان مستخدما لعقله فلا حديث معه أصلا ولا كلام معه، إنما الحديث مع العقلاء. لذلك جاء القرآن الكريم ليصنع الإنسان العاقل، بل جاء القرآن ليصنع الإنسان المفكر. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لاحظوا كيف يخاطب القرآن الناس، يخاطبهم على أنه يريد العقلاء منهم ويريد المفكرين منهم من أجل أن يتفكروا. والتفكير الذي يدعو إليه القرآن وإعمال العقل الذي يدعو إليه القرآن ليس له مجال محدد، هنالك ديانات أرضية وسماوية محرفة، وهنالك مبادئ أخرى تدعو الإنسان إلى ترك عقله خارج المعبد. إذا دخلت وإذا أردت أن تؤمن فآمن وأنت مغمض العينين، وعندهم ما يعرف بالأسرار السبعة أو ما فوق السبعة، بمعنى أشياء لا تسأل عنها، أشياء لا تفكر فيها، أشياء آمن بها وأنت مغمض العينين ولا تفكر. لماذا لا تفكر؟ لأنك بالتأكيد إذا فكرت ستدرك أن الأمر كذب واختلاط، وأن الأمر زور مكذوب على الله سبحانه وتعالى. القرآن لا يقبل هذا التفكير، القرآن الكريم لا يقبل هذا الإنسان، القرآن الكريم يريد أن يكون الإنسان العاقل المفكر حتى في مجال العقيدة. انتبهوا لهذا جيدا، لأن البعض يقول: نحن لا نعمل عقولنا في مجال المعتقد، إنما يمكن أن نفكر في مجال المعاملات، حتى في المعتقد نعمل فكرنا. اقرأوا القرآن جيدا عندما يقول الله عز وجل: ومن يدع مع الله إلها آخر، والآية انتبهوا الآية في سورة المؤمنون، الإيمان سورة المؤمنون: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. تأملوا جيدا في لا برهان له به، بمعنى يقول لك: فكر في ما تعتقد به، فإذا كنت تدعو مع الله إلها آخر لك به برهان، أي عندك به تستطيع أن تقنعني به، فأنا إذن نتحدث. لكن لن تستطيع أن تقنع بوجود إله مع الله عز وجل عقلا. هنا الحديث الآن عن العقل وليس عن النقل والرواية فقط. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه.
ويدعو القرآن الكريم إلى إعمال العقل والفكر أن يفكر الناس. إبراهيم عليه السلام أوتي الحجة في مقارنة الأديان عندما كان يقارن بين التوحيد الذي جاء به من عند الله عز وجل وبين ما كان عليه قومه من عبادة للأصنام والأوثان. قالوا اقرأوا سورة الأنبياء، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا. هذا ليس كذبا من إبراهيم، إنما هو نوع من الأسلوب الذي فيه شيء من التهكم إذا شئتم، أو فيه شيء من الدعوة لإعمال العقل والفكر. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. دعوة للتفكير. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. وفي دعوته للنمرود تعرفون أنه ناقشه عقليا، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أي النمرود قال أنا أحيي وأميت، أي أنا أيضا أستطيع. كيف كان هذا المستبد، كيف كان يحيي ويميت؟ كان يمسك شخصين يحكم عليهما بالإعدام ولو ظلما وعدوانا، ثم يطلق سراح أحدهما ويعدم الآخر، فرأى أنه بذلك يحيي ويميت. إبراهيم عليه السلام من ذكائه لم يناقشه في هذه القضية. نفترض جدلا أن هذا إحياء وإماتة، وإلا فعلى الحقيقة ليس كذلك. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، حاول ائت بها من المغرب. قال الله تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ديننا دين العلم، بل دين التمايز بالعلم فوق كل ذي علم عليم. انتبهوا لصناعة القرآن. القرآن يريد أن يصنع الإنسان العاقل حتى لا يخلط عليكم أحد، لأن بعض من يتحدث بمنطق علماني أو بمنطق عقلاني أو ما يسمونه يريدون أن يضعوا هذه التفرقة. هذه التفرقة ليست موجودة عندنا بتاتا، بل القرآن الذي يتحدث عن العقل في أكثر من 40 مرة لآيات لقوم يعقلون للعالمين إلى آخره. ثم إن هذا القرآن الكريم أيها الإخوة يصنع الإنسان بالإقناع وليس بالعنف، وليس بأن يفرض على الناس فرضا دون أن يقتنعوا. القرآن يصنع الإنسان المقتنع، لأنك لا يمكن أن تصنع أمة من أناس مكرهين. ولذلك قال الله عز وجل لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين أي نحتاج إلى الإقناع. والإنسان الذي يعتقد معتقدا وهو في قرارة نفسه مخالف لذلك المعتقد لا يمكن أن يصنع شيئا، ولا يمكن أن يصنع حضارة، ولا أن تترقى به أمة. إنما الإنسان الذي ترقى به الأمة هو الإنسان الذي يؤمن عن قناعة، يؤمن عن اقتناع وعن يقين. اقرأوا في بداية البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الأمر يحتاج إلى يقين، فهذا اليقين إذن إنما يتحصل بالإقناع. لذلك كان الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله كان يقول إن الإسلام قضية عادلة بيد محام فاشل، وهي كلمة صحيحة. إن الإسلام قضية عادلة ولكن بيد محام فاشل. المحامي إذا كان فاشلا فإن القضية تحكم ضدك حتى لو كنت محقا، وإذا كان المحامي ناجحا بارعا
فصيحا قويا فإنه يستطيع أن ينتصر ولو في الباطل، يستطيع أن ينصر الباطل وأن يقنع القاضي بالحكم لك حتى لو كانت قضيتك باطلة. لذلك هذه مشكلتنا الآن، من يتحدث باسم الإسلام عندما يتحدث بالإكراه، عندما يتحدث بالعنف، عندما يتحدث بالإرهاب، عندما يتحدث بالتفجير، عندما يتحدث بالقتل، هذه الأساليب كلها لا تنفع في الإسلام وكلها مكذوبة على الإسلام. إنما الأسلوب الذي يعتمده الإسلام هو الإقناع، أن تقنع الناس وأن تترك لهم الحرية. نعم نعم، ديننا جاء لترك الناس أحرارا يعتقدون ما يشاءون. اقرأوا قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صحيح، يقول علماء البلاغة إن الآية هذه جاءت في سياق التهديد، فمن جاء فليؤمن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. صحيح هي للتهديد، ولكنها قبل الدلالة على التهديد تنص على أهمية أن يكون الإنسان حرا في اختياره، وأن يكون الإنسان حرا في معتقده، لأن أمة لا تنتصر بجيش من العبيد وبجيش من الفارغين غير المقتنعين، إنما تنتصر الأمم بالأحرار. عنترة بن أبي بن شداد كان في الجاهلية وكان عبدا مملوكا، واحتاجت إليه القبيلة للدفاع، لكن عندما طلب منه أن يدافع قال قولته الشهيرة: إن العبيد لا تحسن الكر والفر، إنما تحسن الحلب والصر. فقال له عمه: يا عنترة كر فأنت حر. فانطلق عنترة يحرر ويصنع الأعاجيب. الأحرار هم الذين يصنعون العجب العجاب. أما الإنسان الذي لا يقتنع بالأمر، الإنسان الذي لم نستطع أن نبلغه الرسالة بالشكل الجيد، فلا يمكن أن يصنع شيئا. هذا في كل المجالات التي يدعو لها القرآن. تعالوا بنا نقف مع جزئيتين فقط أو ثلاث حسب ما ييسره الله عز وجل في قضية الإقناع. دائما يتحدث الناس عن القرآن الكريم في قضايا مختلفة. خذ لك مثلا قضية الحدود، الناس يقرؤون القرآن يجدون فصلا بين القرآن المقروء في التراويح وفي المساجد وبين الواقع الذي يعيشونه والقضايا المتداولة فيه والأحكام الصادرة. يقرؤون في القرآن قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يقرؤون: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. عندما نقرأ هذه الآيات يقرؤون: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أي القاتل عمدا عدوانا إذا لم يسامحه أهل القتيل يقتل. يقرأ الناس هذه المسائل في القرآن لكن يجدون في الواقع أمرا آخر، فيدخلهم نوع من التضارب إلى حد التناقض أحيانا. ما الذي وقع؟ من الذي على الحق ومن الذي على الباطل؟ هل هذا القرآن لمجرد أن نتعبد به وأن نصلي به، أم أنه نزل لشيء آخر؟ القرآن يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ويقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويتحدث عن ضرورة إعمال هذا القرآن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا قضيتي الآن هي قضية الإقناع، هل نحن مقتنعون بما نقرأ ونسمع في المحراب، أو أننا نسمع هذا الكلام ونتعبد به ثم عندما نخرج إلى خارج المسجد نترك هذا القرآن لأنه ليس صالحا لمعالجة قضايا الناس؟ عندما اختار الناس اختيارات أخرى مخالفة لما جاء في توجيهات القرآن وأحكام القرآن، أعطوني النتائج، نريد أن نقتنع الآن،
نريد أن نقتنع. عندما طبقت هذه الأحكام الشرعية في الصدر الأول من الإسلام ولزمن طويل ماذا كانت النتيجة؟ وعندما عطلت هذه الأحكام الشرعية ما الذي آلت إليه النتيجة؟ أعطني إحصاءات وأرقاما. نريد أن نتحدث بالعقل، نريد أن نتحدث بالعلم، بالأرقام، بالإحصاءات. أحصوا كم عدد الذين، كم عدد الذين أقيمت عليهم الحدود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأضف له الخلافة الراشدة إذا شئت، ستجدهم معدودين على رؤوس الأصابع، أي أعدادا محدودة جدا. لكن بالمقابل الجرائم انخفضت بشكل كبير جدا في المجتمع، وأمن الناس على أموالهم وعلى أهليهم وعلى ممتلكاتهم، وعاش الناس الطمأنينة حتى تحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت في حديث عدي بن حاتم. معروف أنه كان قد تنصر في الجاهلية، ثم جاء لي يسأل عن الإسلام، وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شخص يشكو له من الخوف والرعب والهلع الذي كان يعيشه المسلمون في بداية دولة الإسلام في المدينة المنورة، ثم جاءه شخص آخر يشكو له من الفقر الشديد وأنه لا يجد ما ينفق، وجاءت شكاوى. وفي الوقت الذي كان فيه عدي يحاول أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول أن يقنع، نتحدث عن الإقناع، يحاول أن يقنع عديا بالإسلام. فجاءت هذه الشكاوى والنبي ينظر، وكأن عديا يرى أنها الفرصة الذهبية وأنها ردود إذا صح التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه السلام كان فطنا، فقال له: يا عدي، سمعت ما قال هذا الرجل وما قال هذا وما قال هذا؟ قال: نعم يا محمد، سمعت. قال: يوشك إن طالت بك حياة، بمعنى عندما ننزل هذا القرآن، عندما نحكم هذه الشريعة، عندما يقتنع الناس بهذا الدين ويرضونه، ليس فقط كلاما وإنما عملا وأخلاقا وسلوكا وأحكاما. قال له: يوشك يا عدي إن طالت بك حياة أن يخرج الرجل صدقته فلا يجد من يأخذها منه. هذه واحدة. ويوشك إن طالت بك حياة يا عدي أن تخرج المرأة من الحيرة، الحيرة في العراق، إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب. لا تخشى إلا الله والذئب، طبعا الذئب هذا حيوان في البراري لا يمكن القضاء عليه، وليس مطلوبا القضاء عليه أصلا. لكن يشير صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه الشريعة عندما تقام، وأن هذا القرآن عندما يطبق، فمعناه إشاعة الاستقرار والأمان، معناه إشاعة الطمأنينة، معناه إشاعة الغنى، أو على الأقل إشاعة الوسط وسد حاجة الفقراء. وفعلا هذا ما حصل، وعاش عدي، قالها هو نفسه رضي الله عنه لأنه أسلم، قال: فعشت إلى أن رأيت ما وعدني به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمن، وما وعدني به من الغنى. وكانت القضية الثالثة قضية أساور كسرى، وهذا أمر كان يشبه الكلام في المحال. أساور كسرى، هذا الدين في بداياته ويتحدث عن أنه سينتصر على أكبر إمبراطورية في ذلك الزمان، إمبراطورية فارس، هذا كلام يعني خارج العقل بالنسبة لضعاف العقول، لكن بالنسبة لأصحاب الإرادات والعزائم، بالنسبة لأصحاب القناعات القوية، فكل صعب على الشباب يهون، هكذا همة الرجال تكون. فلذلك استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنع بهذا الإسلام، واستطاع المؤمنون أن يقنعوا بهذا الإسلام، فدخل الناس في الإسلام أفواجا، ليس بالسيف كما يكذب الكاذبون ولا بالجيوش، إنما دخل الناس، تعرفون سومطرة هذه جزيرة في المشرق، دخل الناس فيها بالإسلام برجل واحد مغربي، دخل هنالك تاجرا
وبحسن معاملته استطاع أن يقنع الناس بالإسلام. لكن المسلمين اليوم بسوء تصرفاتهم وبدخولهم في عالم الإجرام والقتل والسفك والغش والتدليس في أوروبا استطاعوا بامتياز أن يبعدوا الناس عن الإسلام. لا أتحدث عن الجميع، ولكن للأسف فئة كبيرة استطاعت بامتياز أن تبعد الأوروبيين عن الإسلام بغشها وتزويرها وتدليسها وجرائمها. فعندما طبقت هذه الشريعة عاش الناس الأمن والطمأنينة، عندما أهمل هذا القرآن، عندما صار يتلى على الأموات، والله تعالى قال في شأنه في سورة ياسين التي نقرأها على الأموات، قال الله عز وجل: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لكن نحن جعلنا القرآن ليس للإنذار، لأن الموتى لا ينذرون، إنك لا تسمع الموتى، ثم تركنا الأحياء يفعلون ما يشاءون، والقرآن ترك في المسجد من أجل التلاوة والإنصات والقيام، أما في الواقع فصار الناس على شيء آخر. لكن ما النتيجة؟ النتيجة هي أنه شاعت الجرائم، وما عاد الناس يأمنون على أموالهم ولا على ممتلكاتهم، وبدل أن يعاقب أفراد قليلون على الجرائم الثابتة القطعية، فإن المجتمع كله صار يعاقب، وهؤلاء المجرمون بالنسبة لهم هم الذين وجدوا الفرصة وصاروا أحرارا يفعلون ما يشاءون. أما المجتمع فإنه يعاني، هذا في مجتمعات المسلمين تقريبا في معظمها، يعاني الناس خوفا ويعاني الناس ضياعا على أموالهم وعلى ممتلكاتهم، خوفا من اللصوص ومن قطاع الطرق. أما عن جريمة الزنا والخيانة الزوجية والتي عالجها القرآن علاجا صارما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وعالج الخيانة الزوجية بالإعدام إذا ثبتت. نعم، هذا هو الحكم الشرعي في المسألة. تصوروا لو كان هذا الأمر كذلك لما حاول أحد أن يخون زوجة، لا امرأة ولا رجل. لكن عندما أمن الناس العقوبة، كما تقول العرب: من أمن العقاب أساء الأدب. فعندما أمن الناس العقوبة أساء الأدب. هذا هو القرآن، هكذا يصنع الإنسان القرآن، يصنع الإنسان المقتنع في عقيدته، المقتنع في عبادته، المقتنع في أخلاقه وسلوكه، المقتنع في أحكامه وشريعته وفي كل ما يتعلق به. إذا يسر الله تعالى في الخطبة المقبلة أتناول جزئية أخرى أو جزئيتين فيما يتعلق دائما بالإقناع بمنهج القرآن في صناعة الإنسان. أقول قولي هذا أيها الإخوة، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.